لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الصحفي سامر أحمد. أهلا بكم سامر. مساء الخير لمشاهدي التلفزيون الراشدين. مساء النور. بالتزامن مع استئناف القصف المدفعي في جنوب إدلب وسقوط ضحايا، كيف يفسر دور الضامن الروسي لوقف انتهاكات النظام في مناطق خفض التصعيد؟ نعم، حقيقة منذ سقوط بلدة خان شيخون والمناطق المجاورة لها قبل عدة أسابيع وحتى اليوم، دور الضامن يعني للأسف أن نقول عنه ضامن لأنه هو طرف في هذا الصراع. الروس أعلنوا نعم عن توقف العملية العسكرية البرية، أي التقدم البري، ولكن الخروقات المستمرة هي دائما هي إشارات ربما من الروس ومن النظام ومن الإيرانيين إلى تركيا كطرف نعم. آخر في هذا الصراع في منطقة إدلب، لأنهم هم سيواصلون هذه المعركة عاجلا أو آجلا. الروس صحيح أنهم أعلنوا عن إيقاف العمليات الموسعة في إدلب، ولكنهم سيستمرون باستراتيجية دبيب النمل التي أطلقوها منذ تدخلهم في سوريا، وهي تقوم على قضم المناطق بعد حرقها وتدميرها بكمية سلاح فائقة. كلنا يذكر أن الروس والصين للأسف استخدموا حق الفيتو، الروس استخدمون المرة الثانية عشر على التوالي أو الثالثة عشر ضد الهدنة التي تم اقتراحها من عدة دول من أجل حماية المدنيين في إدلب، ولكن الروس يتحججون بوجود تنظيمات إرهابية، وحتى هناك تصريحات روسية قبل يومين أو ثلاثة، يعني المتحدث في صنقاع التحميمين يقول أنه تأكدنا أنه لم يعد هناك قوات معتدلة في إدلب. طبعا هذا الكلام غير صحيح، يعني قوات جبهة النصر التي يتحججون بها هي تشكل جزء من القوات عدة فصائل سورية مسلحة تتكون من أبناء سوريا الذين حملوا السلاح من أجل نعم سامر. حتى لا نذهب إلى نقاط أخرى، نبقى في هذه النقطة، نقطة الانتهاكات سواء من النظام الأسد أو روسيا. هذه الانتهاكات ذاتها دفعت تركيا مبكرا للمطالبة بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري. لماذا لم يستجب المجتمع الدولي في وقتها للمطلب التركي، وكيف يبدو موقف المجتمع الدولي اليوم؟ يعني حقيقة المجتمع الدولي منذ عام 2011 حتى الآن، منذ طلبت تركيا بالسيف زون، للأسف لم يتم الاستجابة، وبقي الوضع كما هو، وبقي المدنيون هم الضحايا في هذه الخروقات. اليوم الموقف التركي، يعني بصراحة تركيا تقف وحيدة في إدلب بعد وجود نقاط المراقبة، وللأسف اليوم الأتراك حاولوا بعد قمة أنقرة الثلاثية الإيحاء بأنه يجب إيقاف العمليات، ولكن كلام الإيرانيين والروس كان واضحا بأن هذه العمليات ستستمر والخروقات ستستمر. المجتمع الدولي للأسف يعني يتخلى عن كل القضية السورية للأسف بعد يعني هذا الوضع السياسي القائم اليوم في المنطقة، ربما فرض هذا الأمر، وبقيت تركيا وحيدة في مواجهة المحور الإيراني الروسي والذي يعني بنهاية المطاف هو مع النظام، هو يريد تجريد المعارضة من سلاحها والاستسلام والعودة لحفظ النظام. تركيا تحاول لكن لا مساعد لا مساند. نبقى أيضا في تركيا، كانت أنقرة أعلنت أن التعاون مع واشنطن سينتهي إذا لم تقم أمريكا بخطوات جديدة في المنطقة الآمنة خلال أسبوعين. ما مدى إمكانية، هل تسمعني سامر؟ نعم. ما مدى إمكانية تحرك تركيا منفردة في المنطقة الآمنة؟ يعني اليوم الولايات المتحدة تماطل في موضوع المنطقة الآمنة شرق الفرات كما ماطلت في موضوع منبج سابقا. الأتراك أعتقد أنهم يحاولون الاستفادة من درس منبج والمماطلة في منبج التي استمرت أكثر من عام من خلال مزيد من الضغط من خلال التحرك على الأرض. هذا التحرك تمثل بإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية والدعم اللوجستي، حتى مشافي ميدانية على الحدود، وحتى إعلان حالة طوارئ أو رفع المستوى الأمني في بعض الولايات الجنوبية. ربما هذه هي استمرار الضغط على الولايات المتحدة ورسائل تركيا للولايات المتحدة أننا جادون هذه المرة ولن نسمح بتكرار سيناريو منبج، الذي للأسف خطة الطريق في منبج يعني حتى الآن لم تطبق بعد عام وعدة أشهر. اليوم الأتراك، أنا أستبعد حتى الآن أن يقوم الأتراك بعملية عسكرية منفردة مشابهة لما حصل في عشرين، لأن منطقة شرق الفرات لها ما لها من صراعات سياسية إقليمية ودولية. اليوم إضافة إلى الصراع التركي مع حزب العمال
الثاني هناك صراع إيراني أمريكي في هذه المنطقة تجلى في دير الزور منذ عدة أيام وما زال يتجلى حتى اليوم. يعني هذه المنطقة تخضع لعدة تفاهمات. أعتقد الجانب الأمريكي يحاول فرض شروط على الأتراك من خلال محاولة جرهم من أو سحبهم من الملف من المحور الإيراني الروسي والتعاون مع الإيرانيين والروس، لأن قمة أنقرة أيضا يعني أشارت إلى موضوع ضرورة انسحاب القوات الأمريكية وبعثت رسائل للجانب الأمريكي بأن الإيرانيين متعاونين في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك صحفي سامر أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية، والمعذرة على المقاطعة لضيق الوقت.